وانا اعترفت من اول الكتاب ان الكتاب ده مش سيره ذاتيه، مش سيرة لكن ذاتية وكلها تسجيل للاحداث، انما ارائي في قراءه احداث ليس ارائي في اشخاص. ارائي في قراءه احداث بالتحديد عندما تناول شخص، اتناول شخص باعتباره السياسي، دوره وشكله السياسي، وليس يعني الكتاب لا يميل الى الدخول في شخصيات الافراد الا من تولوا مناصب سياسيه. طب انا الحقيقه اسمح لي حضرتك كده اقرا الإهداء اللي في بداية الكتاب. قلت: إلى مصر الحبيبة التي شرفت بتمثيلها وسعدت بخدمتها، وإلى نرمين وإنجي وشيرين وإسماعيل الذين شاركوني هذه الرحلة بحماسة وكانوا شهودا على كثير من أحداثها. الإهداء للزوجة وللأولاد. اسمح لي برضو، يعني لقيت جملة جميلة جدا جدا لازم أقولها. يعني حضرتك لما ذكرت الزوجة السيدة نرمين قلت إنها قلب الأسرة النابض وقطعة الماس المضيئة التي تلتف حولها الأسرة. يعني ده شيء جميل جدا الحقيقة، يعني مثير للإعجاب. يعني يمكن من التعبيرات القليلة اللي سمحت لنفسي إن أنا أخرج عن الجانب الرسمي إلى الجانب يعني الشخصي الحقيقة. إنما هو تعبير صادق لسبب بسيط جدا. العمل الدبلوماسي أنت ورا الأحداث على طول. أنا اشتغلت في الديوان بمعنى في القاهرة أكثر ما اشتغلت في الخارج، ومن ثم كنت طول النهار في قلب الأحداث. العيلة ما كنتش بشوفها، مين اللي بيلم العيلة، مين اللي بيربي الولاد، مش بيربيهم بس يعني في الحاجات العادية، حتى في التربية والكلام. وهضحك حضرتك، في مرحلة ما قبل ما أطلع سفير في اليابان كان بقالي 6 سنين في مصر، 6 سنين متواصلة، محدش في خارجية بيقعد سنتين، سنة سنتين. أنا كنت مبسوط، وإنما في قلب أحداث. روحت يوم 11 12 بالليل، دخلت ببص كده لقيت ابني بقى شاب. آخر مرة بصيت له كان 7 6 سنين، دلوقتي بقى 14. فروحت لزوجتي بقول لها: إيه ده، كبر إمتى؟ فقالت لي: انت مش عايش معانا، انت بتنزل 7 الصبح وبتيجي 12 بالليل. فقررت يومها ان اروح للوزير، كان وقتها وزير عمرو موسى. قلت له: السنه الجايه، مش دلوقتي، السنه الجايه انا هطلع في الخارج. قال لي: ليه؟ قلت له: يعني كل حاجه في فرصه ان انا يعني اقعد مع اولادي. انا بشهد الحقيقه ان نرمين شالت العبء ولم تشكو من ذلك، فضلا عن انه كانت بتشيله. كنا في جنيف، كنا في نيويورك، كنا في اليابان، كنا في واشنطن، والاولاد ماشيين معانا او جزء او بعضهم، لان البعض كان بيقعد مثلا عشان الجامعه الى اخره. فالعمل الدبلوماسي مره ثانيه رساله، بس هي مش رساله فقط للموظف، رساله للعيله بالكامل. انتم مستعدين تتحملوا تمثيل مصر بكل ما يحمله ذلك من عبء وبرده وشرف، ما هوش بس عبء، هو شرف كبير جدا. إن أي شخص يمثل مصر في الخارج